كمل الشوط اللي انا بقول لك عليه واقف اهو. تعالى 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 شاورنا عليه بس من بعيد بس. الشوط اللي كان بيكلمه مرسح وضرب بس ده هو الكلب يا عم. الناس اللي هنا راحوا عملوا خيام الناحيه الثانيه. ايوه في بياع راح يفرق معاهم هناك. هم مش عايزين البياع يفرق. راحوا جايين ناسين دخلوا مع البياع وحوروه. مين بقى؟ هم اللي بتوع الخيام. راحوا من البياعين كلها مشتركه معايا. انا مالي؟ يعني انت ما كنتش واقف انت معاهم؟ انا لسه جاي. انا مالي؟ انت شكامعهم وبتتفق معاهم؟ عديني كده يا حسن. عديني عديني كده. عديني بس كده. لحظه لحظه بعدين بنتكلم وبنتناقش عن البلطجيه وعن الحاجات اللي موجوده. الراجل ده جه وراح جمع خمسه سته وقعد يتكلم معاهم ويقول لهم ده في واحد سارق فلوس وما ايوه واحد سارق فلوس وسارقين خيمه ومخيمه وانا شفته والناس راحت والناس اللي كانت معاه هي اللي راحت ضربت. محدش يمد ايديه عليه. الناس من لقطه المدرسه وعسكري اتسرق. الناس من لقطه المدرسه وعسكري ان في عميل في قصر النيل كده. اقسم بالله مجلس العسكري عنده بس كتف يلا كتفوه كتفوه بس بعدين نحكي القطاع بعدين نحكي انا زنجي تعالى حضرتك تعالى يا شرطه يا شرطه عاوز تحكي
Thank you.